2016 كان مميز لأنه تم تعيين ماريا غراتيا كيوري كأول مديرة إبداعية لديور، ومنشوف من أول لحظة كيف بدأت مع كل فريق العمل تحضيراتها لعرضها الأول لمجموعة Ready to Wear لربيع وصيف 2017. It's a really a big challenger because I can try to speak about women, not only about fashion, and so I'm very excited about that. هالعلاقة أسسها مستر كريستيان ديور عام 1947. There are a lot of inspiration in the archive. I like the archive in general because I love fashion. And if you like fashion, you like the history of fashion. وهنا قاعدين نشوف زيارة ماريا غراتيا كيوري لأهم معرض تم بتاريخ ديور بباريس عام 2017، وهو Designer of Dreams Exhibition يلي صار كاحتفال لذكرى 70 سنة لهالدار. وهالمعرض رجع أخذ محل بلندن بمتحف فيكتوريا أند ألبرت بالعام 2019. I think it's important to renovate also because the style of life is completely different than in 50. The women now live in another way, so you have to give the same look but in modern way. والبار جاكيت صممت لتسليط الضوء على جسم المرأة وقاعدين نشوفها حاليا بستايل عصري أكثر. ديور باك هي الشنطة الكلاسيكية يلي بتتواجد بكل مجموعة لهالدار، ولكن بأشكال وأحجام وأقمشة مختلفة واللي تعتبر أيقونية كالفساتين تماماً. Mr. Dior was really obsessed with the construction of a dress. Today it is not possible to speak only about clothes. We are speaking about women in person. My dialogue is with my time. وبما انه معروف عن ماريا غراتيا كيوري انها فيمينست، فعشان كذا هي بكل كولكشن تتعاون مع العديد من المصممات الفنانات والحرفيات. We are all different and we have to support the people to find a way to describe themselves. It was a very good moment for me to understand other women around the world, and it's so important to listen their voice. وبماي 2019 شفنا أول عرض بيصير بمراكش، وبعدين ب 20 أكتوبر 2019 شفنا فاشن شو بالشانغهاي لمجموعة Ready to Wear لربيع وصيف 2020. وآخر شيء كان بمدينة دبي مكان ما وصل سيرك ديور لعرض مجموعته الأوت كوتور لخريف وشتاء 2019 اللي سبق وانعرضت قبل بباريس، لكن هالمرة تم إضافة 15 قطعة جديدة خاصة للميدل إيست. وديور هالموسم بيكشف عن نيو كابسول كولكشن الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط بعنوان ديور روز جولد، بما أنه يعني الشنط وقطع الأزياء والإكسسوارات اللي بتتضمنها المجموعة حتكون مينلي باللون البينك، ويعني مطعمة بلون الجراي اللي بيعبر عن الأليجنس لدار ديور. ومن المعروف أنه مسيو ديور كان كثير يعني يحب لون البينك، وبيقول في قاموس الفاشن الخاص فيه إنه كل امرأة لازم يعني تقتني قطع بلون البينك في خزانتها لأنه لون السعادة والأنوثة. الحين قطع الأزياء اللي بتتضمنها مجموعة ديور روز جولد مثل البار جاكيت والميدي سكيرت والإمبرويدرد دريسز مثل الفستان اللي الحين أنا لابسته، أنا برأيي هم قطع أساسية لكل ست يكونوا في خزانتها، لأنه مثل ما شايفين هم تصمموا بأقمشة يعني بقماش الليس اللي بيعطي إحساس عالي بالفيمينيتي والرقة للمرأة. أما اللي بيميز هالمجموعة بالنسبة للشنط والحقائب فهو إعادة تصميم الشنط ديور الآيكونيك مثل مونتين 30 وشنطة ديور بوك توت باج، وبالإضافة طبعا لشنطة ليدي ديور الكلاسيكية اللي تعبر من عن يعني من إرث ديور العريق، والتصاميم عصرية وجديدة وبلون الروز جولد أيضا، منهم حيكون مطرز بالخرز أو مصنوع من الجلد اللامع. فوزانة أنا عندي إحساس كده أنه في قصة من وراء شنطة ليدي ديور. في قصة هي. أيوة. في قصة كثير كثير حلوة، لأنه وراء اسم شنطة ليدي ديور هي ليدي ديانا اللي كانت يعني وراء اسمها بهذا الاسم، لأنه يعني حسب التفاصيل سنة 1994 أهدت سيدة فرنسا الأولى وقتها برنادات شيراك هذه الشنطة من ديور للأميرة ديانا يوم كانت بتزور أحد المعرض في باريس، وظهر
غير انه ليدي داي كثير حبتها واعتمدت يعني تحملها في اغلب زياراتها الرسميه، عشان كذا صارت الشنطه مرتبطه بالاميره ديانا، ومن وقتها يعني تكرس اسم هذه الشنطه واعتمد ليدي ديور. حلو على فكره، حبيت القصه. انا اول مره اعرف هذه القصه طبعا، بس اسمع البنات يقولون اسم الشنطه ليدي ديور ليدي ديور، بس قبل ليدي داي بس قبل شوي الحين تقولين ان الكابسول كولكشن مال ديور هل موجوده صارت هي في الاسواق؟ يس، بالعوده لتفاصيل النيو كابسول كولكشن ديور روز جولد، يعني خليني اخبركم اول شيء انه الشنط اللي بتتضمنها المجموعه بتكمل سباركلي لوك للمناسبات، لمناسبات الليل، ويعني تلبق كثير في حال السيدة اختارت تلبس فستان تشول أو إثيريال سكيرت أو السيجنتشر بيسز لديور، وهذه المجموعة صارت بالفعل متوفرة في مختلف بوتيكات ديور في الشرق الأوسط من بداية شهر مايو الحالي. نايس، يعني جت في وقتها معلش، خلاص عملنا حسابنا. جت في وقتها. اكزاكتلي.